إن الشهيد النمير رضوان الله تعالى عليه اقتبس واقتدى بالإمام الحسين عليه السلام في ثورته، فكما أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام جسدت القيم والمبادئ والأخلاق، وبعد استشهاده كان دم الإمام الحسين عليه السلام هي البداية لسقوط مملكة بني أمية وإلى مزبلة التاريخ، كذلك شهيدنا النمر ولأنه اقتدى بالإمام الحسين وتجسد بالأخلاق وتمثل بها، فكذلك سوف يكون دمه بداية للانطلاق ولسقوط آل سعود إن شاء الله عما قريب.